السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أول باثوي هناخده في الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي هو glycolysis. قبل ما أبدأ في glycolysis أحب أهدي general headlines المفروض نذكرها في أي باثوي هبدأ ذكرها. النقط دي لو أنا قدرت أجاوب عليها يبقى أنا كده فهمت الباثوي كويس وقدرت أذكره كويس. أي باثوي مطلوب مني أعرف فيه أول حاجة definition، إيه الباثوي ده معناه إيه؟ بعد كده سايت بيحصل فين وبيحصل فين، دي بقسمها نقطتين. النقطه الاولانيه في التيشو، يعني في انهي تيشو في جسمي، هل جسمي كله قادر على انه يعمل الباثوي ده ولا التيشوز وتيشوز لا. بعد كده سيلولر، جوه الخلايا نفسها بيحصل فين، بيحصل في السيتوبلازم، بيحصل في الميتوكوندريا، بيحصل في الرايبوزوم، بيحصل فين. بعد كده ايه الامبورتنس بتاعته، ايه اهميته، انا بعمله ليه، ايه الفانكشن، ايه هو الفانكشن بتاعته، ايه هي السيجنيفيكانس بتاعه، دي كلها مرادفات لحاجه واحده. ستيبس بعملها ازاي، ريجوليشن هعمل كنترول للباثوي ده ازاي، والكلينيكال كورليشن لو انا قدرت اجاوب على النقط دي يبقى انا كده عملت دايجست للباثوي ده كويس. تعالوا مع بعض ناخدهم نقطه نقطه في الجلايكوليسيس. اول حاجه قبل ما انا ابدا اقول الديفينيشن بتاع الجلايكوليسيس خلينا اقول التسميات بتاعته، والتسميات دي مهمة علشان لما يجي لك سؤال مثلا يقول لك امبادن ماير هوف باثوي، اي ام باثوي، امبادن ماير هوف باثوي هو الاسم الثاني للجلايكوليسيس، هما الاثنين حاجة واحدة، دول العلماء اللي اكتشفوه. فيبقى الامبادن ماير هوف باثوي هو هو الجلايكوليسيس. ساعات بنحطه في الام سي كيو عشان ما اكتبش امبادن ماير هوف، بكتب اي ام، تمام؟ امبادن كده وماير هوف كده، فانا بكتبها اي ام، تمام. تعالوا بقى ندخل على الكلام المهم. اول حاجه قلنا ان انا علشان اعرف حاجه في الباثوي المفروض اعرف اول حاجه الايه، الديفينيشن. كلمه لايسس لما تتحط على اي كلمه معناها تكسير، اي لايسس هيبقى ده ايه، تكسير. فلما هقول ايه هو الديفينيشن اوف جلايكوليسيس، جلايكوليسيس هو break down، وكلمة break down في الكيمياء معناها هنا oxidation، oxidation of glucose. والله أنا عندي two situations لل oxidation ده. الoxidation ده ممكن يحصل in presence of oxygen اللي أنا بسميها aerobic، وممكن يحصل in absence of oxygen اللي أنا بسميها anaerobic. وهنا في النقطة دي أنا عايزة أوضح نقطة معينة، مستحيل جسمك يكون completely anaerobic. كلمة anaerobic يعني ما عنديش أكسجين. طب طبيعي أنا ما ينفعش أعيش من غير أكسجين، أمال إيه اللي أنتوا كاتبينه ده؟ معنى الكلام ده إن أنا عندي lack of oxygen، معناها إن الأكسجين concentration في جسمي مش perfect، الأكسجين اللي داخل جسمي مش هو اللي أنا متعود عليه وبكفيني. في الحالة دي الأكسجين ده بيحصل له زي convert كده، أحطه في الحتة اللي هي مهمة فور سرفايفل. أنا في الحالة دي لو فرضنا مثلا إن أنا بطلع على هاي التيتيود، أنا بتسلق حاجة، فوأنا بتسلق الحاجة دي أنا كل ما ارتفع من سطح البحر الأكسجين تنشن في الأير بي إل، بلس إن أنا ممكن أكون بنهج كمان، فبالتالي كمية الأكسجين اللي داخلة الجسم هتبقى أقل من اللي أنا متعود عليه. طب أعمل إيه بقى؟ أعمل له بقى كونفرجن، أحول ده للحاجات اللي مهمة فور سرفايفل. في الحالة دي أنا بنهج يعني محتاج أكشن أكتر، البلد الهارت هيبقى عندي تاكيكارديا، هيبقى عندي حاجات تانية، ده غير ان الاكسجين اللي داخلي قليل، فببدأ اقلل الاكسجين اللي رايح للتيشوز اللي مش محتاجة اكسجين قوي او اللي تقدر تتصرف في عدم وجوده. ده اللي انا بتكلم عليه بقول انيروبيك، ان انا بعين الاكسجين لحاجات تانية اهم. هتلاقي في كل الكتب تقريبا تكست بوكس او على النت ان انا بكتب الجلايكوليسيس وبكتب تحتيه بالبوين براكتس كده ان ده انيروبيك جلوكوز اكسيديشن، بمعنى ان انا الستبس دي كلها مش هتبقى محتاجه للاكسجين لحد الاخر وبعدين احدد. يعني ايه؟ يعني انا عندي الجلايكوليسيس ده 10 ستبس، الجلايكوليسيس 10 ستبس، ال 10 ستبس دول مش محتاجين اكسجين، بس بعد ما بخلص ستيب 10 المفروض احدد بقى هل انا عندي اكسجين ولا ما عنديش، ولو انا بدات حتى في عدم وجود اكسجين هل اتوفر اكسجين ولا ما اتوفرش، لان انا بعد ستيب 10 هيبقى عندي حاجه من الاثنين، يا اما اشتغل في وجود اكسجين يا اما اشتغل في عدم وجود اكسجين. طيب لو انا هشتغل
وانا ما عنديش اكسجين هيبقى الاند برودكت بتاعي لاكتيت او لاكتيك اسيد. طبعا كلمه 8 ممكن تتحط مكان اي اسيد، يعني اقول لاكتيك اسيد تبقى لاكتيت. هنا في البريزنس اوف اكسجين هيبقى الاند برودكت اوف جلايكوليسيس بايروفيت، وهنفهم الكلام ده كويس لما ناخد الستبس. فانا برضو كلمه 8 او السفكس 8 احطها مكان كلمه اسيد، فانا بقول بايروفيك اسيد هيبقى بايروفيت، ساكسينيك اسيد يبقى ساكسينيت، لاكتيك اسيد يبقى لاكتيت، عشان ما نفتكرش ان هما حاجتين غير بعض. يبقى ان دلوقتي خدنا ديفينيشن. يبقى لما اقول لك يعني ايه جلايكوليسيس هتقولي ده ايه؟ اوكسيديشن اوف جلوكوز اللي هيديني pyruvate in presence of oxygen, lactate in absence of oxygen. تمام، يبقى احنا كده جاوبنا على اول نقطه. تاني نقطه انا عايزه اعرفها اللي هي الايه؟ السايت. بيحصل فين الجلايكوليسيس؟ الجلايكوليسيس بيحصل في السيتوزول. الجلايكوليسيس بيحصل فين؟ في السيتوزول. هو السيتوبلازم يعني مفيش خليه في جسمك ما فيهاش سيتوبلازم. تمام، هو فعلا الجلايكوليسيس بيحصل in every body cell، كل التيشوز في الجسم قادره على انها تعمل جلايكوليسيس. يبقى هي بتعمل ايه؟ بيحصل فين؟ سوري، بيحصل في السيتوزول اوف افري بودي سيل. يبقى احنا كده جاوبنا على نقطتين. ما تنساش ان احنا واخدين اصلا في الفيت في اخر الفيديو بتاع الكربوهيدرات ابسوربشن، ان انا اول حاجه بدور عليها في الفيت بتاع الجلوكوز ان انا محتاج اي تي بي ولا لا. لو انا محتاج اي تي بي كنت بقول ان انا بعمل جلايكوليسيس. يبقى المين سيجنيفيكانس، خلي بالك انا قلت المين لان انا هكمل الامبورتنس او الفانكشن بعد ما اقول الستبس عشان ده هيبقى اسهل. فالمين بوينت اللي انا عايزها، ان انا عايز اجيبها من الجلايكوليسيس هو الاي تي بي. انا عايز اي تي بي، بعمل جلايكوليسيس معناه ان انا محتاج طاقه. يبقى احنا كده جاوبنا على ثلاث نقط، مع ان احنا لسه هنزود شويه على السيجنيفيكانس او الفانكشن بعد ما نقول الستبس. نبدا بقى في الايه؟ في الستبس. وانا هيبقى عندي مشكله شويه اللي هي ان انا متعوده ان انا لما بشرح بقعد اعيد وازيد. طبعا هنا انت حضرتك لما تكون عايز حاجه ممكن تجيبها تاني بسهوله من على الفيديو، فهحاول ان شاء الله ان انا ابطل العاده دي في الفيديوهات. بس لما نيجي نقول الستبس اوف جلايكوليسيس، انا اشرت ان الستبس بتاعت الجلايكوليسيس مقسومه نصين، مقسوم 10 ستبس. ال 10 ستبس دول مقسومين نصين، 5 ستبس انرجي كونسيومينج 5 steps energy producing. انت قلتي ان المين فانكشن بتاعه الجلايكوليسيس ان انا عايز اي تي بي، عايز انرجي. هتبدا الاول 5 steps energy consuming، بعد كده اعمل بقى النص الثاني energy producing. بس ده معناه برضو ان الانرجي برودكشن هيبقى اكبر من الانرجي كونسومشن، ده اكيد. ولا كنت عملته ليه؟ تمام، يبقى احنا اول حاجه هنقول ان انا عندي 2 phases او 2 stages. Stage number one or phase number one, 5 steps. والphase دي energy consuming steps. الphase number two أو stage number two هي برضو 5 steps وهي energy producing steps. تمام، نبدأ بstep number one. هاخد على فكرة أنا هشرح من غير فورمولا، بس لو حضرتك هيبقى مطالب عندك بالفورمولا أو حضرتك محتاج details وشرح بالفورمولا، هستأذن حضرتك تسيب ده في الكومنت وانا هعمل لك فيديو بالفورمولا. يبقى احنا هنبدا في فيز 1 اللي هي الانرجي كونسيومينج. انا بادئ بجلوكوز، اشتغل عليه بانزيم من اتنين، يا اما انزيم اسمه هكسوكينيز يا اما انزيم اسمه جلوكوكينيز، وهكسر اي تي بي اخد منه فوسفاته يتحول الى اي دي بي في وجود مغنيسي. هضيف الفوسفاته اللي انا شلتها دي على الجلوكوز ويتحول الى جلوكوز 6 فوسفات. بالراحه. اول حاجه الرياكشن ده الريفرس، ده مهم جدا بالنسبه لي لان الجلايكوليسيس زي ما قلنا هو 10 ستبس كلهم ريفرسبل ما عدا 3 ستبس اونلي هم اللي ريفرسبل،
وبما ان دول هما الـ irreversible هيبقوا هما بعد كده regulatory steps، الـ key regulatory steps. تمام. هيكسو لانه بيشتغل على هيكسوز، هيكسوز يعني سكر سداسي اللي هو جلوكوز. كاينيز يعني بيتعامل مع فسفرة و اي تي بي. كلمة كاينيز، اي كاينيز هيبقى الكاينيز ده بيتعامل مع فسفرة وكرنسي اوف انرجي. كرنسي اوف انرجي بقى ممكن تكون اي تي بي، جي تي بي، سي تي بي، وات ايفر الكرنسي دي. يبقى انا لما اقول كاينيز يبقى الكاينيز ده انا عارف ان هو بيعمل فسفرة عن طريق تعامله مع الاي تي بي او سي تي بي او الجي تي بي اللي هم كلهم كيرنسيز عملات للطاقة، كيرنسيز فور انرجي. يبقى ده هيكسوكاينيز، هو فعلا ضاف فوسفيتا على جلوكوز عن طريق انه جاب الفوسفيتا دي من الاي تي بي. واي كاينيز في الدنيا الكوفاكتور بتاعه بيبقى مغنيسيوم، اي كاينيز لازم هيبقى معاه كوفاكتور مغنيسيوم. تمام. في انزيم تاني ممكن يشتغل على الرياكشن ده اللي هو جلوكوكاينيز. دول اتنين انزيمز غير بعض. انا قلنا هيكسوكاينيز اللي بيشتغل على الهيكسوزس، هيبقى هيشتغل على كل الهيكسوزس مش الجلوكوز بس. الهيكسوزس دي في جلوكوز، في فراكتوز، في جالاكتوز، ده ممكن يشتغل على اي واحد من الهيكسوزس. اما جلوكوكاينيز فده بيشتغل على الجلوكوز اون، وبرده كاينيز لانه بيعمل فسفره عن طريق تعامله مع انرجي كيرنسي، وبرده محتاج مغنيسيوم بما انه كاينيز. يبقى الخطوه الاوليه لما اقول لك رياكشن او ستيب، انا مش عايزك تكتب السبستريت والبرودكت. اي حد بيتكلم في الكيمستري بيبقى عايز الايه؟ الانزيم. ايه اللي على السهل؟ ستيب نمبر 1 جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز، تكسير واحده اي تي بي في وجود المغنيسيوم وحولت الجلوكوز الى الجلوكوز 6 فوسفيت. خلي بالك ان انا قلت تكسير، يعني انا كده خسرت واحده اي تي بي. بعد كده هاخد الجلوكوز 6 فوسفيت ده بانزيم اسمه ايزومريز. خلي بالك انا عملت الرياكشن هنا ايه؟ ريفرسبل. بالايزومريز هحوله للايزومر بتاعه اللي هو مين؟ اللي هو الفراكتوز 6 فوسفيت. تمام. بعد كده انا هاخد الفراكتوز 6 فوسفيت ده بانزيم اسمه فوسفو فراكتو كاينيز 1، وكسرت كمان واحده اي تي بي، وبرضو هيبقى في وجود مغنيسيوم، وهحول الفراكتوز الى فراكتوز 1 and 6 باي فوسفيت بالراحه. الانزيم اسمه فوسفو فراكتو كاينيز 1. كاينيز خلاص بيعمل فوسفره عن طريق تعامله مع كيرنسي اللي هي هنا الاي تي بي، يبقى هو جاب الفوسفيتا من الاي تي بي، وبما انه كاينيز هيبقى محتاج مغنيسيوم. خلصنا من النقطه دي. ايه فوسفو فراكتو ده؟ فوسفو فراكتو، فراكتو عشان بيشتغل على فراكتوز، بس الفراكتوز ده مش فراكتوز بس، ده فراكتوز متفسفر، فراكتوز عليه اوريدي 6 فوسفيت. يبقى انا هنا هشتغل على ايه؟ على فراكتوز متفسفر اللي هو الفوسفو فراكتو. يبقى فوسفو فراكتو عشان انا بشتغل على فراكتوز اوريدي عليه فوسفيت، كاينيز علشان انا بعمل فسفره عن طريق تعاملي مع كيرنسي اوف انرجي اللي هي الاي تي بي، 1 لان انا لما ضفت الفوسفيتا دي ضفتها في واحد في كاربون نمبر 1، وخلي بالك ان انا هيبقى عندي وهتكلم عليه الفوسفو فراكتو كاينيز 2 اللي هيضيف الفوسفيت هنا على كاربون نمبر 2. يبقى انا الاول عندي رياكشن ايريفرسيبل جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز، وكسرت واحده اي تي بي في وجود مغنيسيوم بما انه كاينيز، وعملت فسفره للجلوكوز حولته لجلوكوز 6 فوسفيت، حولت الجلوكوز 6 فوسفيت للايزومر بتاعه فراكتوز 6 فوسفيت بالايزومريز. فراكتوز 6 فوسفيت بانزيم اسمه فوسفو فراكتو كاينيز 1، وده تاني رياكشن من الايريفرسيبل اللي احنا اتفقنا ان دول هيبقوا الريجيوليشن هيتم عن طريقهم. وكسرت كمان واحده اي تي بي في وجود المغنيسيوم وحولته الى فراكتوز 1 and 6 باي فوسفيت. انا كلمت ان انا جلايكوليسيس الديفينيشن بتاعه بريك داون، واللي انا عمال اعمله لحد دلوقتي ان انا بضيف مش بكسر، عمال احط مش بشيل. الخطوه الوحيده اللي فيها تكسير هي الخطوه اللي جايه دي اللي هي بانزيم اسمه الدوليز. الالدوليز ده بيكسر الفراكتوز 1 and 6 باي فوسفيت بالنص،
يعني انا عندي فركتوز 1 6 بايفوسفيت 6 كاربونز، هقسمه 3 فوق و3 تحت. الثلاثه اللي فوق هيبقى اسمهم داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، داي هيدروكسي عشان في اثنين هيدروكسيل جروب، اسيتون عشان الجروب اللي في النص هتبقى اسيتون جروب، فوسفيت عشان فيها فوسفيت اللي هي تبقى في كربون 1. الثلاثه اللي تحت هي جليسرول هايد ثري فوسفيت، الثلاثه اللي تحت هيبقوا جليسرول هايد ثري فوسفيت. واخر رياكشن في فيز 1 ان انا هحول الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت ده للجليسرول هايد ثري فوسفيت، ودول برضو ايزومرز لبعض، فهسمي برضو الانزيم هنا ايزومريز. طبعا الايزومريز بيختلف باختلاف الحاجه اللي انت بتعملها ايزومرايزيشن، يعني انت هنا بتعمل ايزومرايزيشن بتوين هيكسوزس، فانت ممكن تسميه هيكسوز ايزومريز، بس لو كتبت ايزومريز بس غلط. هنا برضو انا بعمل ايزومرايزيشن بتوين ترايوزس، فممكن اسميه ترايوز ايزومريز، بس برضو لو انا كتبت ايزومريز بس صح. كده انا انهيت فيز 1 بتحويل الجلوكوز الى 2 مولكيولز من مين؟ من الجليسرايد هايد 3 فوسفيت. اول خطوه جلوكوكينيز او هيكسوكينيز وتكسير واحده اي تي بي في وجود مغنيسيوم، رياكشن ريفرسبل، حولت الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت. تاني رياكشن، رياكشن ريفرسبل ايزومريز، حول لي الجلوكوز 6 فوسفيت لفركتوز 6 فوسفيت. تالت رياكشن، رياكشن ريفرسبل بالفوسفوفركتوكينيز 1 وتكسير كمان واحده اي تي بي في وجود مغنيسيوم، وحولت الفركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1 اند 6 باي فوسفيت. رابع رياكشن، الرياكشن الوحيد في جلايكوليسيس كله اللي فيه تكسير، كسرت الفركتوز بالنص 3 فوق و3 تحت، اللي هو بالالدوليز كسرت اللي فوق داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت واللي تحت جليسرول هايد 3 فوسفيت. خامس رياكشن، عملت ايزومرايزيشن وحولت الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت لانذر مولكيول من جليسرول هايد 3 فوسفيت. وبكده انهيت فيز 1 بتحويل الجلوكوز لاثنين مولكيول اللي انا هبدا بيهم بقى فيز 2، هما اثنين مولكيول من جليسرول هايد 3 فوسفيت، تكسير 2 اي تي بي، واحده في رياكشن الجلوكوكينيز او الهيكسوكينيز، وواحده في رياكشن الفوسفوفركتوكينيز 1، وعندي 2 ريفرسبل رياكشن من اصل 3. تمام، نبدا بقى في فيز 2.